مرحبا، معكم ستايلست نبيلة جد الله. أنا سيلبرتي ستايلست وفاشن كونسلتنت ليلي ما بيعرف مين أنا. إنه أنا بختار من عندهم أول شيء لأنه إذا كاستمر سيرفيس عندهم البيست كاستمر سيرفيس إيفر. بلاس تيابهم فيري يونيك، يعني لما بتلبس سيلبرتي من عندهم لبسة شيء كتير يونيك منه موجود بالسوق منه متداول. بلاس بيعملوا قطعة ما بيعملوا قطعتين، ما بيلبسوا القطعة لكذا حدا. هذا اللي بحبه فيهم وبحب معاملتهم، وأنا كتير مبسوطة أني اشتغلت معكم، وإن شاء الله على طول بالبرامج الجاي انتظرونا قريبا في كتير مفاجآت مع آفا فاشن ومع نبيلة جد الله. Thank you. Rao Ali Khan. I'm a celebrity stylist and creative editor at OK Magazine Pakistan. AWA is one of my favorite brands because it has a range of outfits from edgy to classy, and it has also high fashion collection which is perfect to be used for editorials. So I styled Aisha Umar, who was the brand ambassador for Maybelline at the New York Fashion Week in AWA. And I styled a few Bollywood actresses, including Humaima Malik. In one word, AWA Fashion, جنون, creativity. جمع المرأة الرومانسية مع الدراماتيك مع المرأة القوية مع المرأة اللي هي بدها تبين أو تشوف استعراضية. جنون, جنون. As a stylist, كتير بحب قطع آفا، كتير بتناسب الفوتوشوت والفيديو شوت. ليش؟ لأنه قطع بتحكي عن حالة أوردي، يعني القطعة كلها سوا هي لوحدها استعراض بحد ذاتها. يعني كيف ما تضرب الكاميرا، التفاصيل، التقطيع، القصة، الألوان، عن جد فعلاً خرج فوتوشوت أو فيديو شوت. وخصوصاً إذا عندي سيلابريتي أو حدا بدو أو صبية بدها تعمل، أو سيلابريتي سيدة عندها ستيتمنت، عندها فكرة، عندها فيجن، عندها رسالة بدها توصلها. قطع آفا it's perfect. يعني عندما بقول your image is your signature, so take care of your style, your image and your signature.